عملنا في مركز التغذية مركز التي اف سي يعتبر من أهداف العمل الإنساني في إنقاذ أرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان. نحن بالطبع نقوم باستقبال المستفيدين، نقوم كفريق بمتابعة المستفيدين من الأطفال وكذلك تقديم الخدمات للأمهات ولجميع الأطفال من النواحي الطبية من حيث إعطاء الدواء اللازم وفقا للبروتوكول المتبع وآلية إعطاء الحليب وكذلك متابعة الأطفال بشكل يومي من أخذ قياسات العلامات الحيوية وغيرها ووسائل التثقيف الصحي. ونحاول من خلال هذا توصيل رسائل عديدة للمجتمع من خلال التثقيف وكيفية الغذاء الصحي والرضاعة وغيرها.